ورحمة الله وبركاته. الأعزاء الأحباء المتابعين الكرام نساء ورجالا، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وسلامة على هذه الحالة اللي عندنا موجودة في العالم بدون ما أذكر عنوانها أو اسمها، ولكن الموضوع ديالي هو الرد على خديجة عبد المؤمن والمهزلة اللي دايرها في اليوتيوب، وحنا في حالة يعني ما يعلم بها غير الله سبحانه وتعالى، يعني حالة في العالم الدول المتقدمة وعجزات على هاد الشيء اللي تيدور، ما لاقينش ليه دواء، وهي خدامة تطلع في لايف فيديو باش تدير شوية الفلوس من اليوتيوب وتتقلب على لي فيكتيم بحالها، ودخلت عند مايا الراقصة كما تتعرفوها المراكشية، هذاك الشيء شغلها وحياتها. خديجة عبد المؤمن بغات نصحها، وخديجة عبد المؤمن واش نسيتي الكار اللي مشيتي فيه؟ عاد تنصحي الناس اخرين، الناس احرار في الدماغ ديالها كي بحال هي، انا رديت عليها هي حتى الناس الاخوانيين ومقتنعين بالحجاب ديالهم وبالدين ديالهم، ماشي شغلها فيهم يدخلوا المسجد وعارقين ما تفهمش. هؤلاء الناس سيتهاجموا على بعضياتهم، وكل واحد فرق الله الريوس وكل واحد يشق طريقه، يعني اللي زرعتي في طريقك تتلقى هي اختارت حياتها، يعني هذاك الخطأ ديالك إلا درتي انت اللي تنجحي فيه او تسقطي فيه، هي الخطأ ديالها او النجاح ديالها عجبها نجحت فيه او سقطت فيه، هي اللي عجبته الطريق ديالها هي اللي اختارت فيه. كما انتي تطلعي تقولي لهم انا عندي ريستورو من احسن عندي فيه الخمر وهذاك، وبقاوتي عايروك الناس حارة ومولات البار ومولات الروج خدوج مولات الروج، انك طلعتي تتقول لهم انا عندي بار، وهما واخا فاهمين ما معنيت لي ريستورو ولا كلاس لا ريستورو، ما فاهمين ما بغاوش يفهموا، وتيوضحوها الناس الاخرين الشعبيين بلا كي بحال ان باغ ميت. ودابا انتي تتقلبي غير على فين تطلعي الدراهم ديالك من اليوتيوب، وطلعي تصبطيها وهي طلعتك في العمارية وعطاتك ما سكتاتش، يعني حتى نزلتي بدون ما يعني ما هبطتك هي، انت هبطتي راسك ما قديتيش عليها، يعني شوفي الكار اللي ركبتي منه اللي ركبوا منه البنات الاخرين بحالك، انت من ايام ديال الخمسينات ولا الاربعينات اللي مشيتي في الكار ونسيتي ايامك، راه اخبارك مشهوره، شوفي غير الاوديوات اللي تيطلقوهم ليك وتتقولي ايوا وهذاك الشيء ايوا هذاك اللحيمه بيضاء بدون ما نبقى نطلقها نتخسر الهضره، يعني ما تنفهمش. انت طالعه تنصحي مايا ورا الكار انت قبضتي قبل يمكن تولديها قبل ما تمشي هي فيه، راه الكار مشيتي فيه انت الاولى، داك الدروج اللي طلعتي منهم حتى هي تطلع منهم، غير كل وحده انت يمكن طلعتي وهبطتي، يمكن هي باقا ويمكن هي حتى هي تخبط، يعني ما نعرف والله اعلم. انا بالنسبه ليا حياتك ديري ريستورو ديري بار انت، ماشي انا اللي غنتحاسب ولا انت غتحاسبي معايا ولا الاخر يتحاسب مع الاخر، اللي تعرف الحساب ولا القران ولا تعرف اي دين، يعني الدين اي دين اي دين، كحنا مغاربه مسلمين ماشي احنا كلنا مسلمين، راه احنا فينا الناس اعتقدوا المسيحيه وتقبل راسهم تتبقى حريتهم، راه الناس امنوا بشي حاجه سميتها الحريه، راه ما الناس تتزادوا الخوت وكل واحد وافكاره وطريقه التخطيط ديالو في كل شيء، سياسيا تفكيريا دينيا في كل واحد وكيفاش يعوم في الافكار ديالو. كاينين الناس معانا اصلهم يهودي وبقاو يهود، وكاينين اللي مشاو ولاو مسلمين ومرحبا بهم والف مرحبا، الحمد لله الله يوسع الاسلام. كاينين الناس اللي باقين يهوديين هما مغاربه منا، يعني او كاينين الناس مسلمين وباقين مسلمين، كاينين
بين وسط تيصوموا تيصليوا مخلينها هكا بين وسط، وكاينين الناس اللي هما متدينين ولهم كل احترام، مهما تبقى تحترم الاخر راه محترمين. كاينين الناس محترمين وكاينين الناس اللي هما لحيتهم مطلوقه حتى لهنا لتحت، وهما تيبيعوا في كتاب الله وفي كتاب الدين وقارين وعندهم دكتوراه وعندهم هذا، وتيبيعوا في داك الشعب الناس اللي مكلخين تتعامل بالسحر وتتعامل بالشعوذه، تتعامل نمشي عند الراقي وتتعامل بهذا. الله يسر، انا ما تنفهمش هاد البشر كيفاش غادي. انا رجال الدين كلهم، القليل اللي هو صالح، القليل اللي هو صالح. انا ما تنعممش على كل شيء قليل. انت يا دابا انت اللي طالعه لعندها تتباني راه عيبات لك داك التفريط ديالك، وعيبات لك داك الحاله. عطاتك لنا شغلها هذاك، هي حياتها وتا هي ماشي شغلها تبقى تعاير في الناس اللي تيمشيو يصليو ويمشيو للجامع. يعني الله فرق الريوس الا كل واحد اشنو غيدير فيه. انا براسي ما يمكن لياش نهاجم مايا على شاد ترقص، شغلها هذاك. انت براسك في احتبار ماشي شغلي فيك. اما انت تجي تدويلها تقول الحرام والحلال، انت راكي غارقه في الحرام، وتستغفر الله العلي العظيم، وماشي شغلك. ماشي انا ربي اللي غادي نحاسبك، راه ربي تيحاسبنا دابا في هذا الوقت. شوفي اشنو بلانا ربي في هذا البلاء هذا اللي حنا كل حياتنا معرضه للموت كل واحد فينا. ردوا بالكم وجمعوا فمكم وباركة. راه شوفي شنو عطانا ربي، ماشي باغا شحال قدك غادي تجمعي داك السنتيمات اللي عري على كتافك، وراك انت عايشه في كندا بلاد الحريه والبلاد ديال الفرص العمل. دبري لك على شي عمل، وباركه من داك التشرميل، وباركه من داك التشرويد، وباركه ما خليتي في الوافه، ما خليتي في من في داك البنت المراكشيه، ما خلي حمقتيها، ما خليتي البنات اللي درتي لهم هذا الشيء كاع اليوتيوبر في ما تكون شي وحده طالعه تتصابوطي فيها وتطلعيها تعالوا تشوفوا. اما لك اخويتي انت اللي مزابيه وانت اللي عندك اليوتيوب وانت اللي عندك هذا، انا هذه نظريه ديالك. الكار انا راه باينه فيك غير من خلال حركاتك وداك الشيء اللي تتهضري وتديري، باينه فيك الكار. ماشي غير باينه فيك 100% والناس قالوها واللي حداك واللي تعرفوك، لكن ركبتي في داك الكار قبل ما تركب فيه مايا. والسلام عليكم.